دي 800 جرام من اللحمة المفرومة، 60 جرام من الدهن الضاني، برغل ناعم، بصلتين مبشورين ومعصورين، ربطة من البقدونس أو يعني نص ربطة على حسب، معلقة صغيرة من الصلصة، نص معلقة صغيرة من العسل الأبيض، 3 معالق كبار من الدقيق، 2 معالق كبار من بهارات الكفتة، 2 معالق صغيرة من الكمون، 2 معالق صغيرة من الشطة، ملح، فلفل أسود وبس كده. ممكن يا جماعة نغير معلش البرغل نخليه نص كوباية، ممكن دي برضو هتبقى على حسب الرغبة، بس يعني لو كيلو كامل هنحط كوباية، لو نص كيلو يبقى نص كوباية من البرغل. يلا بقى يلا بقى نشوف هنعمل ايه، يعني عندنا كبتنا بقى هنشوف هنعمل ايه. بصوا البرغل ده انا اشتريته وغسلته كويس جدا تحت المية لغاية ما لقيت ان المية بقت عاملة زي مية المية الشفافة بقى، مية الحنفية العادية، مية نظيفة خالص. هنزل كده بالبرغل بتاعي كده في الكبة اهو، اتعصر طبعا كويس قوي، معصور لازم يبقى معصور كويس قوي. خلاص هنزل بالبصل المفروم المعصور من المية وانا محتفظة بالمية، كل التوابل بقى والحركات بتاعتي اهو، كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها. بهارات الكفتة بتتباع عند اي عطار او اي حد عطارة، يعني هي توابل، او في السوبر ماركت كمان عادي خالص. شوية فلفل اسود، نكتر كده الفلفل الاسود، شوية ملح، ما نكترش الملح. ليه بقى؟ ليه بقى؟ علشان بهارات الكفتة بيكون فيها نسبة من الملوحة، فأنا مش هحط كتير اهو. خلاص طيب هنرجع كده الأشياء دي كده ورا وبسم الله ونضرب. طيب حته دهنه كده، والله عندك كده حته دهنايه كده، مش هتقول لا انا مستخدمه 60 جرام 100 جرام حطي 100 جرام عادي، انا هحط كده شويه كده. بصوا علشان تبقى مبشوره كده، هنجمدها في الفريزر وبالمبشره ونبشرها وننزل بيها كده. يا خبر ابيض، بصوا الكفته يعني دهن، معلش بقى يعني ايه تاني. خلاص احنا كده حطينا كل حاجه، هضرب كده تاني شويه بقدونس، معلش شويه بقدونس كده اهو، وهضرب بسم الله. تعالوا كده نساعد الكبة كده، بصوا ناعم ازاي اهو اهو، ونضرب كده ضربة تانية كده. يلا هعمل ايه بقى؟ بصوا بقى الكفتة لازم كده ان احنا نديلها كده ايه حقها في الضرب، لازم كده نضربها. يا سلام، مش عايزة اقول مفرمة عشان احنا مش كلنا عندنا مفرمة خلاص، لكن والله عندك مفرمه يبقى قشطه جدا يعني، خلاص تبقى حاجه كويسه يعني. هنزل كده باللحمه المفرومه اهو، واحده واحده كده، بس عشان ما احملش قوي على الكبه بتاعتي هضرب كده واشوف.
ياه معلش، لازم الكفته تبقى عجينه كده، وممكن ان احنا نكملها بايدينا. بصوا بقى، معلش معلش يعني ايه ده في شويه مزنوقين. بصوا انا هديها ضربه تاني كده وانا بجيب البوله من تحت ونكمل بايدينا، ماشي؟ اخر مره، يلا. هنكمل بايدينا الكفته تتضرب كويس قوي قوي. الصح بقى، الصح ان احنا نعمل ايه؟ الكفته دايما كده بعد ما تتضرب كده، لو جينا كده نحط ايدينا عليها نلاقيها ان هي ايه، بقت دافيه كده شويه، خدت حراره الـ 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 الكبه او الجهاز اللي انت شغاله بيه. فلازم لازم اي حاجه تتضرب في الكبه او في المفرمه، سواء كفته، سواء كفته لحمه على فكره او فراخ، لازم نسيبها ترتاح في التلاجة مش أقل من نص ساعة. نص ساعة سيبيها لي بس ترتاح شوية في التلاجة، خلاص؟ علشان هتبقى تشكيلها صعبة قوي. بسم الله، نقول له بقى كده شكرا انت كده، وهكمل بإيدي اهو. بصوا شايفين عجنت كده معايا ازاي؟ انا عايزة التعجينة دي بصوا انا بس ايه يعني انا بخلط قوي، عشان بصوا شايفين في حتت حمراء هي بس كانت كتيرة على الكبة شوية، تمام؟ اهو شايفين الحتت الحمراء دي. انا بقى بصوا بقى اهو، بصوا شايفين 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 بقى يا جماعة ما شاء الله التزميغة بتاعتها، الله. شايفين العرق ده؟ شايفين الشدة بتاعت الكفتة دي؟ هي دي اللي انا عايزاها، انا عايزة الشدة دي، انا عايزه اعجنها كده اهي. بصوا شايفين بتطلع كده من إيه؟ شايفين التعجينه دي؟ شايفين النعومه؟ لو كل ما تلاقي ان اللحمه المفرومه او العجينه متحببه فيها تحبيبه معاكي، دي من الحاجات اللي بتخلي الكفته بتاعتك تفك. فلازم نديلها حقها قوي في العجن بالطريقه دي، خلاص؟ طيب نسبه الدهون اللي عندك في اللحمه المفرومه والله كتيره، هتستخدمي ايه؟ معلقه دقيق. انا هشوف، انا شايفه دلوقتي انا مش محتاجه لاي حاجه تانية، انا اديت لها حقها. انت في البيت هتعملي ايه؟ تغطيها وتدخليها الثلاجه مش اقل من نص ساعه. مستعجله بقى يعني وخلاص الدنيا زنقه معاكي قوي، ربع ساعه بس لازم تسيبيها لي في الثلاجه شويه. طيب في طريقتين احنا عايزين الاعواد، ممكن؟ طيب قدامك حل من الاثنين، هوريكي طريقة حلوة قوي، طريقة تشكيل بالكيس أو بأعواد الشيش. أعواد الشيش فاكرين إحنا اتكلمنا عليها قبل كده، علشان ما تتحرقش معانا في الفرن أو على البوتاجاز هنعمل فيها إيه؟ هنشتريها عادي خالص، هنحطها في مية دافية بس 10 دقايق علشان تفضل لونها محتفظ بالشكل ده، بدل ما تدخل الفرن وتطلع لنا سودة كده وتسد النفس، هتبقى كده تطلع معانا بيضة، خلاص؟ بس طبعا تتنقع كلها علشان كلها تبقى واخدة نفس اللون الأبيض. طيب بصوا بقى، انا هجيب كده الكفته بتاعتي اهو، هقول لك طريقه تشكيل حلوه قوي ظريفه قوي اهو. انا كمان كنت عايز ادي دهنه زيت كده على الكيس علشان ما تلزقش، بس ايه، ماشي اهو. ماشي، وهعمل ايه بقى؟ وارول كده، ارول ارول بالراحه، انا الكيس هو اللي بيلف معايا اهو اهو. هنعمل ايه بقى؟ هاجي بقى عند القفل ده وايه، الضمهم كده مع بعض اهي، يعني الزقها كده في بعض اهي. شايفين كفته فيها بقى مسافه بقى كده من جوه كده، اللي هتدي بقى الهواء بتاعي بقى، واجي كده اكل الكفته اقول ايه ده، الله ايه ده، طريقة مين دي؟ تقول بقى لا بقى، عارفين الحركات بقى دي. تمام، دي طريقة سهلة جدا جدا لتشكيل الكفتة. بس حاضر، عينيا حاضر، نحط بس كده ايه، سنة زيت، سنة زيت علشان لو لقيتها ان هي بتلزق. بس هي ما شاء الله مش محتاجة اي حاجة بصراحة. هقول لكم كده على ايه، هوري لكم واحدة تاني. بسم الله،
اهي. وعلى فكره انت اتحكمي بقى في الحجم بتاعها، في السمك بتاعها اهو. نقطه زيت، نقطه، وبايدي كده وافرد افرد تدي. ما انا عايزه اقول لك يعني هو ما شاء الله الصباع ده هيبقى تخين وكبير، عايزه تقللي يا جماعه الكفته دي اقتصاديه بطريقه رهيبه اهي كده. بصوا بقى بالكيس كده، وقتني وهاجي كده من عند الجزء ده وارول ارول 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 اهو 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 كده. بصوا بقى اهو، بس ايه رايكم بقى كده؟ والله احنا ممكن نقفل دي وممكن نخليها عشان الهواء يدخل جوه بقى وتبقى طريه كده بقى معانا. تمام، انا كده هكمل باقي الكميه. قبل ما نروح لفاصل هوريكم كده لو هنشكلها على السيخ على الاعواد الخشبيه بمنتهى البساطه. انا هاخد شويه كده عشان يبقى عندنا كده الايه. حاضر، بصوا انا هشكلها اهو. بصوا شكلت اللي هو اللي بالكيس خلاص، وشكلت الايه اللي على الاعواد. تعالوا بينا بقى نعمل ايه بقى. انا بصراحه مش هكذب عليكم، انا نسيت حاجه مهمه قوي بقى، يعني ما ينفعش انساها اصلا، بس انا نسيتها عادي. يعني ميه البصل بتاعه البصل المفرومه اللي احنا فرناها وعصرناها دي، ميه البصله اهي، هحط عليها كده ايه معلقه صغيره كده من معجون الطماطم واقلب. ممكن تحطي عليهم شويه من السكر. تمام اهو، وممكن كمان تحطي عليها شويه من بهارات الكفته، بس بقى ما نقفورش بقى. ليه بقى؟ علشان ما تحدقش معانا. خلاص اهو، طيب هعمل ايه بقى؟ المفروض ان الخلطه دي تتعمل واحنا بنشكل، عشان واحنا بنشكل نبل ايدينا فيها ايه ونشكل الكفته، بس عادي احنا لسه فيها. بصوا بقى هدي كده دهنه كده من الخليط ده، هندخلها فرن سخن، فرن يكون سخن كويس قوي. الكفته لا بتتغطى ولا بتتحط على نار هاديه. ليه؟ علشان ما تنزلش السوائل منها وتنشف معانا. تمام اهو، تاخدش وقت كفته يا جماعه، ما بتاخدش وقت. بتنشف ليه وبتقدد معانا ليه؟ علشان احنا بنسيبها كتير في الفرن اهو. بس اديت لها كده دهنه كده. ايه ده، ده في لسه حاجات هناك اهي. طب ده احنا ايه ده، والله ما شاء الله، ده بركه يعني. طب احنا عايزين صاج تاني ولا ايه؟ فين؟ كده تعالوا كده ايه، نجيب صاج تاني كده ونحط فيه ورق زبده. شفتوا بقى يا جماعه طريقه تشكيل الكيس دي ظريفه ازاي؟ حلوه قوي، جربوها بجد جامده جدا جدا، وهتعمل كده فراغات كده في الكفته خلاص، هتدي لها تهويه من جوه كده تبقى ظريفه قوي. بس خلاص دهنا كده ويلا بينا على الفرن اهو، يلا بينا. نروح كده على الفرن بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا. فرن سخن كويس قوي اهو، عادي على 200 او 220 درجة حرارة مش هادية. هدخل الصاج التاني بقى في الفرن التاني برضو، يلا بينا. ادير عيش الكفتة عندي نص كيلو من الدقيق الابيض، معلقه كبيره من الخميره، ومعلقه كبيره من السكر، ربع معلقه صغيره من الملح، كوبايه وربع من الحليب الدافي. وعلى الوش بقى ممكن نحط كده شويه سمسم على حبه البركه كده وبس كده، ورشه ميه. نص كيلو دقيق، هنزل بالخميره وهنزل بالسكر وربع معلقه صغيره من الملح،
اخدهم كده بايدي بقى عشان ما افضلش بقى رايحه جايه بقى رايحه جايه اهو، وهخلط كده بالشكل ده. عايزه والله تحطي بقى حاجات زبادي مثلا، ماشي، عايزه تحطي بيضه براحتك، حطي اي حاجه. مقادير بسيطه جدا، دقيق وخميره وسكر وملح ولبن او ميه، لا زيت ولا زبده ولا اي دهون خالص، حبه بدل اللبن ميه، حطي ميه عادي خالص. وعايزه اقول لكم ان انا اغلب الاوقات اللي انا بعمل فيها عيش على فكره بعملها بميه الحقيقه. حصل ما نركز بقى كده. تمام اهو، زي ما قلت لكم انا بعجنه بميه، اللبن عادي ممكن يدينا فايده كده شويه، يعني يدينا فايده للعيش خصوصا لو في اطفال ماشي، لكن الميه واللبن هيدوا ان الاثنين نفس النتيجه. العيش بقى بعد اذنكم، ارجوكم لو بتحبوني عجينه العيش يا جماعه تتعجن كويس قوي، هي عجن حاجتين، عجن وسوى. طريقه السوى هنشوف هنسوي العيش ازاي، والعجن لازم اعجنها كويس قوي، وعجينه العيش كده تبقى فيها سنه لزقه كده، يعني بتلزق لي كده حاجه بسيطه مش ناشفه، هي كده بالنسبه لي ناشفه اهو. بس معلش انت لو مش عندك عجان هتبقي بقى محتاجه عضلات بقى، انت بقى يعني ايه عضلات كده في ايدك كده، وتفضلي بقى تعجني فيها بقى، وانتي بتعجني اسرحي في اي حاجه، يعني ايه يعني حاجه مضايقاكي افتكريها، هتاخدي اداء عالمي للعجينه. ليه بقى؟ هي محتاجه كده ايه جهد شويه وقوه كده واحنا بنعجنها، العجن بالايد لا هو مش سهل، او يعني مش عايزه اقول متعب برضو، بس هو محتاج جهد شويه ومحتاج وقت شويه، ده في حاله ان احنا مش عندنا عجان. بس والله مش عندنا عجان قشطه عادي، يعني هنعمل العيش برضو مش قصه. انا بقى هفضل كده اعمل في العجينه بتاعت، شايفين اللزقه دي اهي اللي بقول لكم عليها، هي بتلزق اهي، بس في نفس الوقت مش مبهدله لي الدنيا، يعني عادي سنه لزقه بسيطه قوي، هو ده اللي انا عايزاه. هفضل بقى اعجن في العجينه مده ما تقلش عن 10 دقائق، لغايه ما العجينه دي تبقى كره طريه ناعمه لونها بيفتح فاتح معايا، اجي اشدها ما تتقطعش معايا. بصوا شايفين العجينه دي عشان مش معجونه كويس اهي، شايفين بتتقطع معايا ملهاش عرق، هي لسه ما اتعجنتش. لازم اعجن العجينه دي تاني مده ما تقلش عن 10 دقائق. طيب انا خلاص عجنت العجينه بتاعتي 10 دقائق وبقت معايا حلوه قوي، هعمل ايه؟ هاخد العجينه دي تمام وعلى البوله بتاعتي واسيبها ترتاح نص ساعة، هغطيها طبعا. بعد ما ترتاح نص ساعة هقسمها الكرات بالشكل ده اهو، زي ما انتوا شايفين كده، شايفين هو ده بالظبط الكرات، تقسيمة الكرات. بس يعني احنا ممكن نسخرها شوية عشان هي كبيرة حبتين بصراحة، عايزين نعمل كده ايه عيش كده يبقى صغنن، فرننا سخن عشان احنا هنسوي العيش في الفرن النهاردة. يلا بينا يا جماعه، معلش ان انا اصغر الكرات شويه. خلاص رش الدقيق بايدي كده، ممكن ان انا اساعدها شويه حركات برضو اهو. يلا ونجيب النشابه بتاعتنا ونفرد اهو اهو بالشكل، انا عايزاها الشكل طولي بالشكل ده اهو. التانية يلا بينا على التانية اهو، تعفير الدقيق اهي من بعيد، احنا اتعلمنا قبل كده ما نحطش الدقيق لا كده من بعيد كده اهو، هيتوزع معايا حاضر ممكن قوي اهو كده، لقيتيها بتلزق اقلبيها الناحيه التانيه، مش لازم نقعد نرش دقيق من الناحيتين يعني. تمام اهو، عينيا عينيا اهو، شايفين خلاص. يلا
لحقت نفسي حفظتكم. بعد ما شكلت بقى كده خلاص هنعمل ايه؟ هنجيب صاج واحط كده فيه رشه دقيق، واخد العيش ده وهغطيه وهسيبه يخمر مره تانية 10 دقايق او ربع ساعه. تمام، 10 دقايق او ايه او ربع ساعه. خلينا، انا كنت هرش، المفروض ان احنا كنا نحط ميه كده وحبه بركه، بس خلينا قبل ما ندخله الفرن. بعد ما نسيبه يخمر هيبقى معايا بالشكل ده اهو، شويه حبه بركه وشويه ساده وشويه بالايه بقى، بالسمسم. بصوا الكفته، يا خبر ابيض، تعالوا كده نبص عليها بصه، الله. يلا. ده واحطه في قاعدة الفرن. الفكرة دي يا جماعة جامدة قوي، الفكرة دي حلوة قوي. خلاص هسخن الصاج كويس، هسخن الصاج قبل الفاصل. الصاج حطيته في قاعدة الفرن، خلاص هعمل ايه بقى؟ بصوا بقى الحركة دي، بإيدي كده وبسم الله، ايه، ورش الدقيق ليا برضو، حاجات كده غريبة الشكل والله، يا رب. ماشي، هاخد العيش بعد ما اختمر بالراحة بالراحة، تمام، وهعمل ايه بقى؟ بسم الله هحطه كده على الصاج. طب احنا ممكن بقى ايه، نقرب كده الصاج ده كده، ماشي، اه كده اهو بالشكل ده اهو، تمام. ليه كده؟ هقفل الفرن وافتح الفرن اللي تحت، تمام، وهعمل ايه برضو؟ هاخد رشة دقيق. يلا بينا، بسم الله. واحط العيش كده على قاعدة الصينية، مش هيتحرق. هتقولولي عالي والنار عالية وبتاع، لا والله يا جماعة مش عالي، اعملوه بس زي ما انا ما بقولكوا كده، الفكرة دي حلوة قوي. تمام، اهم حاجة بس العيش وهو مختمر كده بيبقى حساس شوية، نمسكه بس بالراحة اهو بالشكل ده، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شايفين شكله ما شاء الله. خلاص هقفل بقى. بصوا بصوا بقى، بصوا بقى الحركة دي استاذ حمدي، الحركة بس معلش. وينفع نبص اللي في الفرن؟ اوبا ما شاء الله، اعلى درجة حرارة، انا عايزة اعلي معلش اعلى درجة حرارة. خلاص الفرن، الفرن يكون شغال من تحت وشغال من فوق. طب انت الفرن بتاعك مش بيشتغل الاتنين مع بعض، لكن عندك مروحه، شغلي المروحه. طب السخانين شغالي، ولعي يعني، انا عايزاكي تتشقلبي كده في في المطبخ عشان تولعي تسخني الفرن ده كويس قوي. عايزه جو سخن مولع في الفرن، ليه؟ علشان العيش اول ما يدخل دب كده بالجو السخن كده، يروح بقى ايه بقى ما شاء الله قابب كده ومنتفخ، وهتاكلوا شويه عيش خبر ابيض تحفه. بس اقول لكم على حاجه قبل ما يدخل، احنا نعمل ايه؟ رشه ميه، رشه ميه كده، وعلى الوش نحط السمسم وحبه البركه. آه حبايبي انتوا، احنا شلنا السمسم صح؟ فين؟ اه والله العظيم شايف حاجه قدامي ومش شايفاها، لا حول ولا قوه الا بالله. لا لا ده الحاله صعبه خالص والله. بصوا بصوا بايدينا كده دهنه ميه اهو، تمام، وشويه سمسم اهو. يا نهار اهو، تمام بس كده. وهتاكلوا بقى ايه شو، لا لا استاذ حمدي معلش، لا ثانيه واحده. بصوا العيش ما شاء الله، ممكن افتح؟ اوبا ما شاء الله. بصوا شايفين البتاع ده، شايفين الرغيف ده،
واو. بصوا هسيبه نص دقيقة ياخد لي لون من تحت، ما شاء الله ده لسه بينتفخ. عايز اقول لكم على حاجة، ما تعملوش زي كده وتروحوا فاتحين، مش عايزة برد الفرن اللي تحت شغال ما شاء الله، مش عايزين نبرد الفرن، عايزين يفضل محتفظ بسخونته. يلا بينا. بصوا يلا اهو احنا نحطه فين، تعالوا نحطه هنا، ناخد بقى. حاضر حاضر صح. اللي تحت بصوا اللي تحت، واحد اللي هناك ده اتنفخ لسه، الباقي بصوا شايفين ده ما شاء الله اهو، بس انا هحطه في الصينيه عشان هو سخن قوي بصراحه، وهنقفل على ده ونكمل بقى ايه، كمل باقي التسويه اهو. العيش اهو ما شاء الله، الله واو اهو اهو عادي استوى معانا كده وزي الفل. عايزينه بقى ياخد لون زي اللي احنا شفناه ده، هنسيبه شويه، انا هسيبه شويه كده ياخد لي لون غامق وينشف معايا شويه. خلاص بصوا شايفين يا جماعه العيش اهو كده، بصوا شايفين ما شاء الله. هعمل ايه بقى؟ بصوا بقى هحط كده سيخ الكفته كده، اوعى بقى واسحب السحبه دي خلاص، واخد كده شويه سلطة مشاوي كده، حاجة رهيبة، وهتاكلوا حتة ساندوتش رهيب رهيب وبالهنا والشفا اهو. حطوا بقى هنا كده في سلام.